إلى صحة الأم وتناول الأدوية خلال فترة الحمل، الأمر الذي يعيق نمو الدماغ ويؤدي بالتالي إلى الإصابة بالشلل الدماغي. نعم، اليوم العالمي للشلل الدماغي يهدف إلى توعية الناس بكل التفاصيل المتعلقة بالشلل الدماغي من حيث أعراضه وسببات وأسبابه وطرق التعامل مع المصابين به وكيفية التكيف مع مريض الشلل الدماغي، كما يهدف إلى التضامن مع المصابين بهذا الاضطراب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أحمد محمد موسى، اختصاصي المخ والأعصاب ورئيس قسم المخ والأعصاب في المستشفى السعودي الألماني بدبي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني لنبدأ بالحديث مباشرة عن الأسباب التي تؤدي إلى الشلل الدماغي. خلينا بس الأول نعرف الناس يعني إيه الشلل الدماغي. هو الشلل الدماغي مجموعة من الأعراض التي تؤدي إلى خلل في الحركة أو في التوافق أو في وضعية الجسم نتيجة خلل في نمو الجزء من المخ الخاص بالحركة أو تلف فيه قبل اكتمال نمو. الأسباب متعددة الحقيقة، يعني إحنا زي ما قلنا هو في الجزء من المخ المسؤول عن الحركة ده بيبدأ نموه أثناء ما الطفل هو لسه جنين، وبيفضل ينمو وهو جنين وبيكتمل نموه بعد سنة أو سنتين في الولادة. لو حصل خلل في نمو هذا الجزء أو تلف فيه، ودول حاجتين مختلفتين، لو حصل خلل أو تلف ده اللي بيؤدي إلى الشلل الدماغي. الأسباب متعددة الحقيقة، في الأسباب اللي هي الجينية، طفرات الجينية والأمراض الوراثية، وفي العدوات، العدوى التي قد تصيب الأم وتنتقل للجنين، أو العدوى التي قد تصيب الجنين مباشرة، وفي السكتة الدماغية اللي ممكن تصيب الجنين، أو النزيف اللي ممكن يجي في رأس الجنين، وفي الإصابات المباشرة لرأس الجنين زي الحوادث أو السقوط أو الإيذاء البدني المباشر، وفي طبعا الحاجة اللي انتوا لسه قايلينها دلوقتي اللي هي نقص الأكسجين أثناء الولادة. نعم، طيب أنت يمكن تفضلت وعرفت ما هو الشلل الدماغي، هل هناك أنواع للشلل الدماغي؟ في ثلاث أنواع للشلل الدماغي. في النوع الأولاني اللي هو الاسباستيك سيريبرال بولسي، اللي هو الشلل الدماغي التيبسي، وده بتكون أشهر أعراضه تيبس وتشنج في العضلات. المريض بياخد وضعيات غير طبيعية نتيجة تشنج في العضلات. النوع الثاني اللي هو ديسكاينيتيك سيريبرال بولسي، وده بيكون أشهر أعراضه الحركات اللا إرادية. المريض أو الطفل غصب عنه بيبقى قاعد بيعمل حركات لا إرادية بيديه وبرجليه وبراسه وبالجزع. النوع الثالث الأتاكسيك سيريبرال بولسي، وده اللي هو بتكون أشهر أعراضه عدم الاتزان، المشية مش متزنة، بيجي يمسك الحاجة إيده تروح في حتة تانية. وفي النوع الرابع اللي هو ميكس، مزيج ما بين الثلاث أنواع السابقة. وهذه أتوقع هي الأخطر طبعا، كل ما تعالج حالة واحدة تعالج بتعالج صفات من كل نوع. صحيح. إذا بدنا نحكي عن أبرز الطرق للعلاج ولوسائل مثلا التأهيل لهؤلاء المصابين بالمرضى، يعني لكل نوع أكيد له طريقة علاج مختلفة، كيف بتكون طرق إعادة التأهيل؟ للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يوجد شفاء من مرض الشلل الدماغي، ودي أحد التشالنجز أو التحديات اللي بتواجه الطب، إزاي نشفي هذا المريض. بس حتى هذه اللحظة خلايا المخ التالفة لا تتجدد، بس إحنا نقدر نمنع على قد ما نقدر نمنع حدوثه ونمنع مضاعفاته. كيف نمنع حدوثه؟ منع حدوثه هنقسمه ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الولادة، مرحلة الولادة، ومرحلة ما بعد الولادة. مرحلة ما قبل الولادة إزاي نهيئ للأم أنسب بيئة آمنة للحمل، يعني متابعة مستمرة مع الطبيب أو الطبيبة، نظبط الضغط، نظبط السكر، منع العدوات، العدوى، اكتشاف العدوى مبكرا وعلاجها مبكرا، الامتناع عن الكحوليات والخمور والمخدرات، منع الإيذاء البدني للأم. الأم أثناء الحمل ما ينفعش تقع، ما ينفعش تتخبط، ما ينفعش تتعرض لحوادث أثناء الحمل، أثناء الولادة. ودي نقطة مهمة، قرار اتخاذ نوع الولادة لازم يكون متخذ مسبقا إذا كنا هنولد طبيعي ولا سيزيريان. في بعض الأحيان بيكون الولادة الطبيعية فيها خطر على الأم وخطر على الجنين، فبنلجأ للسيزيرين. حتى لو اتخذنا قرار الولادة الطبيعية وحصل مضاعفات أثناء الولادة وحسينا أن الولادة هتطول، لازم نلجأ على طول للسيزيرين، لأن لو حصل مضاعفات أثناء الحمل والأكسجين وصوله قل للجنين ده هيؤدي للشلل الدماغي. بعد الولادة بقى الحفاظ على الطفل، تهيئة أنسب بيئة آمنة وصحية للطفل أنه ينمو، تطعيماته ياخدها في مواعيدها، لو في عدوى نتجنبها، نتجنب الإصابات للطفل، ما يقعش، ما يتخبطش، الإيذاء البدني. الحرارة المرتفعة كمان يمكن بتأثر. الحرارة المرتفعة ليها مشاكل تانية بس مش لدرجة أنها تؤدي إلى الشلل الدماغي. طيب يمكن هناك تكلفة لابد أنها تكون لهذا العلاج، وأيضا إذا تحدثنا عن طرق التعايش بالنسبة لهذا المرض المزمن. يعني زي ما انت تفضلت طبعا في ثمن بيدفع، بتدفعه الاسره سواء بدنيا او ذهنيا او نفسيا او ماديا.
مريض الشلل الدماغي ما عندوش مشكله واحده بنعالجها، مريض الشلل الدماغي بيحتاج تيم يتابعه، بيحتاج مربي او مربيه او كير جيفر يبقى معاه 24 ساعه، ده بيبقى حمل على الام، بيحتاج حد يعمل له علاج طبيعي، بيحتاج حد يساعده في تغيير هدومه، في تغيير ملابسه، في نظافته الشخصيه، في اكله، في صعوبه في البلع، في صعوبه في الكلام. فطبعا الموضوع عباره عن تحديات، تحديات مستمره للام وللعائله. طيب ما هو يعني هل ترى بان قد يكون هناك فعلا صعوبه حتى على المريض نفسه بانه يتعايش مع هذا المرض، ولا الاختلاف يعني موضوع التعايش بين المريض واهل المريض مثل ما تفضلت مختلف؟ المريض بيبقى حاسس، الاعاقه الذهنيه موجوده في مريض الشلل الدماغي، بس هو بيبقى واعي ومدرك لاعاقته، وده بيمثل له هو نفسه أشكال كتيرة من أنواع الإحباط والاكتئاب، لأنه عارف أنه مش قادر يتحرك، عارف أنه مش قادر يتواصل، عارف أن حركته مختلفة، حاسس أنه مختلف عن أقرانه. مش كل مرضى الشلل الدماغي طريح الفراش، منهم اللي بينزل، فلما بينزل يروح المنتزهات أو المولات، وفي منهم بيروحوا مدارس ذوي احتياجات خاصة، فهو بيبقى حاسس وشايف أنه مختلف عن أقرانه، فده بيمثل له طبعا إحباطات، غير التحديات اللي بتواجه أسرته، والدته، والده، إخواته في التعامل معاه. صحيح. إذا بدأ للأمهات أو الأهالي اللي عم بيحضرونا، ما هي العلامات أو الأعراض الأولية التي تظهر على الأطفال؟ يعني ممكن الأم تكون شايفة بيبي قدامها بس مش عارف إنه هذا البيبي عنده مشكلة. ده سؤال مهم جدا. صحيح. الأم لازم تلاحظ بعض النقاط، ولو لاحظتها تقول على طول للطبيب. أول حاجة تأخر أو خلل في النمو الحركي للطفل، يعني معروف ان الطفل بيبتدي يجلس لوحده unsupported بدون مساعده عند سن 6 شهور، بيحبو عند سن 9 شهور، بيقف عند سن ال 12 شهر، بيمشي بدون مساعده عند سن ال 18 شهر. لو الام لاحظت تاخر او خلل في النمو الحركي لازم على طول تستدعي انتباه هذا الموضوع وتروح للطبيب، دي ممكن تكون من علامات الشلل الدماغي. لو الام لاحظت تيبس شديد في عضلات الطفل او الرضيع، أو العكس لو لاحظت ارتخاء شديد في عضلات الطفل، لو لاحظت حركات لا إرادية، الطفل بيعمل حركات لا إرادية غير طبيعية، لو لاحظت أن الطفل بيتجنب استخدام أحد أجزاء جسمه، يعني لما بيجي يحبو بيحبو على إيده اليمين ورجله اليمين ويتجاهل الشمال، أو لما بيجي يمسك حاجة دايما بيمسكها بإيد واحدة واليد التانية بيتجاهلها، أو لما يبتدي يمشي على أطراف أصابعه، كل دي نقط مهمة لازم الأم تخلي بالها منها، ولو لاحظتها لازم تلجأ للطبيب على طول. نعم. أكيد هذه معلومات أكيد قيمة وأكيد مفيدة للأسر بالنسبة للأطفال اللي ممكن يصابون بهذا الشلل الدماغي. الدكتور أحمد محمد موسر، اختصاصي المخ والأعصاب وأيضا رئيس قسم المخ والأعصاب في المستشفى السعودي الألماني بدبي، شكرا لك. أهلا بك. شكرا لك. 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 شكرا ل